في إطار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية إلى الهند، أصدرت مصر والهند بيانا مشتركا أكدت فيه توافقهما على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الارتقاء بالعلاقات الثنائية سيشمل المجالات السياسية والأمنية والدفاعية والاقتصادية والطاقة، مشيرا إلى أن مصر والهند اتفقتا أيضا على أهمية التعاون الدفاعي في تعزيز الشراكة الثنائية، وقررتا التركيز على تعميق التعاون بين الصناعات الدفاعية في البلدين.